صحيح اسمه شوال البصل، لكن استخدامه عمره ما كان للبصل، هذا يستخدم كليفة حمام. يعني الأم إذا كانت تتحر واحد من عجبها، خصوصاً إذا لافيتها نبابة بسببه، تمسك شوال البصل وتلفه على إيده زهيد زي ما كنا نمسك الجنزير وإحنا صغار خبرين، وتحط فيه الصابونة هذه، هذا اللي يمكت، اللي تقول لدية، المربع اللي ظلك تدعك بيه تدعك بيه البني آدم لما تصير دمايته حمايته. سير خير يا ليث. اللي ودي يصير بليث الليلة مصار بني آدم والمطلع الله. يا بلال جيب لي ليث. يا حجة جيب لي ليث. شدش بليث بدي حممه. اليوم بكرة العيد ثواني. خلي هذول عندي كان وهسه اجيب لك ليث. وين طالع هسه؟ وينك يا ليث؟ وين رايح؟ تعال جاي. انت ملطي يا ليث. ودك تحمم. يلا ما ودك تحمم. ودك تحمم. طلع النهار جبنا نبابات يجن علينا من وراك. اقعد يا حجة. الود راسه كبير وبلوزة صغيرة. مع بعض. ايوه شد عليك يا حجة، شد عليك. اركض جاي خلينا ندور شوال البصل وينه. يلا انهزم. جاي. ودك تحمم الليلة يا ليث. ودك تحمم. هان اقعد. حس ما اسمع لك. ايوه بحي. خلص الصدى ينزل. نف. ايوه عفية الذيب. نف. هيا الباقي عيال عالدور حاطهم ربطهم غادة عجب. كله ودي تحمم الليلة. ايوه. عفية. مليح. الكوع هذا منين هذا؟ منين هذا؟ ويلعب بالشوط طول النهار بهالشموس. داير دي سود. طيب يا فلاح جايك الدور. مش اقف حيلك. اقف حيلك. ايوه بحي. دري سود وركبوا. طول النهار طاش سود على طول النهار وهو داير بالشوط. يلا النواف انتم الفيديو بكره طول النهار تلعب معاهم. بيلعبوا بالتراب. هذول قارين يا عمو مو مثلك. ايوه جاهزين. ايش ودي اياكم؟ الشبكه فل صلاه النبي. هذا اللي ودي اياه. جايك الدور هسه. بدك تحمم. اسد بح وبح. ماشي عطوان. وانت اللي تضحك. جايك الدور كلكم. خليكم هان لما يخلص ليك. خلص نجيب المنشفه. يلا روح تناول المنشفه. يلا تعال جاي. تعال اخوياك هسه عليهم الدور. يعني يا مترب وهو مترب لو يموت هذيك اللحظة نعتبره شهيد من البين اللي صار بيه، لأنه الأم ما يرتاح ضميرها إلا إذا شافت ذنوبه تنزل. مو بس الصدى من عليه ينزل، بعدين تلاقي جلده ينسل نسل، تقول لك بارس زرة ولا ناقعه بخل جلده. طبعا شو تقول لك؟ يقول لك هذا الجلد الميت خليه يموت. لا والله إنه عايش وما فيه خلاف الجلد، بس ما مات غير لما شافت لفة شوال البصل على ايدك وتطبقي حركات الاندرتيكر علي. انا لو الف على ظهري الاقي شوالين نشبات بعدهن من زمان من ايام الصف الثالث باء، ايام ما جبت بالاملاء 6/10. بعدين يا اخوان هذا اللي كان يصير بيك مو هو حمام، مو هو طبيعي اللي كان يصير بينا. يعني انت بيك من هالشفوف اللي قاعد تاكل بيهن الشف، بعدين عشان جسمك مبلول دبل يجيك بشفين، ولا الكتل اللي تاكل بيه لما يتخدر نذانك. طبعا اذا قاومت اثناء الحمام اعرف ان وجهك راح يتليف. يا اخوان عمركم شفت وجه يتليف؟ يعني عادي تلاقي اذنك مكان خشمك وهي تجرف بيهن. طبعا ساعتها ودك ترعف والدم ينزل، وهي وتتغطى عفعلتها وسواتها شو تقول لك؟ تقول لك طول النهار داير بشموس لما هيك رعفت. لا والله يا حجه انا ما رعفت منها هالشموس. الشموس ما جاب لنا ريش تدرل فوتن بخشمي وصار ينقرن. هذا منك من جور ليفتك يا حجه. بعدين احلى شيء يا اخوان انه الوجع ينسيك ريحه شوال البصل الموجود. وغير هيك لما تخلص حمام تقول انك فاتح طنجره بخار جديده زي هيك، وتفوت على اهلك ما حدا يعرفك متغيره ملامح وجهك وكاس يقرطوك بفراش الك خاطر تنام سنه. يا اخوان في واحد قاعد غاد حزين ودي اشوف شو سبب حزنه. يمكن صايره معاه شيء بالحياه قبل مؤثر على نفسيته لليوم. قوه هلا قويت. ليش حزين؟ انا حزين؟ متذكر كيف كنا نتحمم قبل؟ حمام الوالده.
الأزمة النفسية بينت. يلا ذكرني. شلون شو بتذكرك؟ شو يزم مشوال بصل ما لعب عجلتك لعب؟ هاي اللعبة صارت معي. حكم من بعيد سعيد؟ والله من خير وياك بسلافة ومبسوطين. قرب علي جاي. تفضل. بدي أسألك. متذكر حمام الحجة قبل؟ إيش هو؟ حمام الحجة قبل لما كانت تحممنا متذكره؟ متذكر تقريبا. شو متذكر إشي منه تقريبا؟ والله احنا ما لحقناهوش بس يعني كانوا يحكوا لنا عنه زمان. كيف كنت تتحمم يعني؟ كنت اتحمم بالدش العادي يعني. انت ابو شوال بصل تعال قرب شوي عندي، كيف حالك؟ على راسي. كيف؟ اعطيني لمحه عن حمام قبل. والله بدك الصراحه يظل ورانا 3 ساعات بالشارع تجيبنا. ايوه هذا ايوه تعاد اللقن اذا بتعرفه. هاي يكون على البرنده يستنانا، اول ما جيت اقول لك كفينا معلم بش الكفين لويش هذول؟ لان 3 ساعات وهي وراي. كمان وبس. أنا المرحلة الثانية بس تمسكك، شو تسوي؟ خلاص أنت بعد ما تطلع يطلع معك جدري يعني أنت من ورا شو اسمه؟ افرك 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 تشغل 3 ساعات في كل ياتك. متذكر حمام قبل؟ أكيد. حمام الحجة. الله يرحمه. أعطيني إشي أي إشي يخصه. أذكر كان في عياد وإحنا صغار. كان في أذكر إنك تحس إنه إيديك وجريك راحوا من الفرق، شايف علي؟ أذكر لحظة لما يصير في صابون. عمرك سويت اشي بالمدرسة غلط وامك ما تذكرته غير وانت تعمل الحمام؟ يعني مثلا كنت راسب بالاملاء وهي تحمم بيك تذكرت انك راسب بالاملاء، يصير في تنمر اجتماعي وفي قرصات من هون ومن هون. اذكر في الحمام القديم اللقن هذا القديم مع علبة السمنة القديمة هاي لازم تكون محروقة من كثر ما هي على البابور من شل امل. مع الصابونه مع الليفه اللي هي تبعت البصل احنا مال البصل الاحمر. ايوه البصل. طيب متذكر الصابونه؟ طبعا هاي كانت النعامه اللي لو تفشخ بها هاي تفشخ فيها بني ادم مصيبه. هاي اذا مزلطت تضلها طايره حوالي 5-6 متر لغاب. ما نلاقي حدا تسالهم عن حمام قبل، ما نلاقي. شو كان يصير؟ شو كان تتحمم غصبا عنك وتظلها تصفق بيك الحجه، شايف علي؟ لكن والله ما في احلى من هذيك الايام. اي والله. طيب اليوم نفس حمام قبل؟ لا يا عم اليوم وين، اليوم كله الشات. اي دش عليك وهالشامبو، احنا كنا نعرف شامبو اذا ما في صابونه بيضه يحطوا سيرف عليك. الا هذيك الايام. اي والله روعه، علوات ترجع بس ما عاد ترجع. لا عاد. الله يعطيك الف عافيه ويعطيك الصحه. الله يسلمك. يا بتكون مي زي النار تشلق جلدة راسك. يا اللي في خشني شوال بصل. يا شوال البصل هذا الله يطلع ينسل جلدك نسل. والله قلت بشرب بجبنة قاعدة. والله هسه ما فيش ما ضلش هسه على الجيزر وعلى كله جاهز. أيام الحمام كانت تدعش تدعش. بالليفي والحجر. سولف سولف قلبي طاف. مش قلت قضب أكون هون وبشط لك. أنا مش عارف ليش انقضبي موش ما شط فوق تعد حنوكك لما تلوف يمين وشمال. والمتت لحالي بهالجارية هو أنا ول أدور أحد أعمل معاه لقاء ما نلاقي مراق طريق ما نلاقي. هلا 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 بابو القميص النهدي. جربت إنك أنت تنكتل وانت قاعد تتحمم تحاسبك على اغلاط قديمه؟ اكيد. اي وضع الحمام قبل حمام الحجة حمام يعني على اصوله فعلا يعني تقعد بنص ساعه وهم يقضبوا فيك حتى يلقطوك يحطوك في اللقد. يمسكوك بس تفل يمسكوك اخوانك 4-3 يقضبوك يجيبوك يرجعوك عند امك. تقعد امك تفرك فيك تدلك فيك للبين يطصك مزبوط. طبعا احنا قلنا بدنا نتجول بقرى اربد الجميله فإلا ما نلقى ناس لهم دخل بالموضوع يعني وعاشوا هاي الفترة يقوّق. يا هلا أهلين أستاذ بلال. يا هلا. مذكر حمام قبل؟ مذكره. كيف كانت الحجة تحمم؟ عذاب بعدني مذكره لحد هسه. مليون مرة نفل. يلحقوك. ويلحقوني. حمام. أكيد. شو يختلف حمام العيد عن الحمام العادي؟ حمام العيد فرك وضحك أكثر. موصى عليك أكثر. موصى عليك يم. لازم تطلع توج وجه قدام الناس. أكيد. على الآخر.